اختنا برضو الحاجه ام احمد الله يكرمها. طبعا ممكن تكون بتسال عن غيرها يعني، لكن الشاهد الست الفاضله خدت مكافاه المعاش وقسمتها هبه بين ابنائها الذكور من ناحيه والاناث من ناحيه بالتساوي. ينفع؟ ينفع، ده مذهب بعض اهل العلم. لما النبي قال اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم، قالوا العدل يعني نسوي بين الذكر والانثى، لانه الهبه غير الميراث، في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين، لكن في الهبه الذكر كالانثى. هكذا قال بعض اهل العلم، واخرون يقولون انه القسمه الاعدل هي قسمه الله، سواء في الهبه ولا في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. الشاهد ان هي اخذت باحد القولين زي الفل، الحمد لله رب العالمين اصبتي خيرا، لكن البنات خلوا الفلوس مع امهم وحطتها لهم في البنك الاسلامي، فنمى الله هذا المال وزاد بسبب بعض الارباح اللي اضيفت له. الابن بقى فلوسه طبعا ما زادتش لان هو خد فلوسه هو حر فيها. هل تكون الام عليها شيء في هذه الحاله؟ ابدا، ما دام الابن راشد واستقل بماله بنفسه حتى يعني يدير ماله بنفسه، خلاص هو حر ما فيش مشكله، وانت تدعي له ان ربنا يبارك له في ماله. لكن كون بقى البنات استأمنوك على فلوسهم وانت احسنت خيرا ووضعتيها في البنك الاسلامي فزادت شوية، فهذا رزقهم وانت مشكورة ومأجورة على الحالتين، على انك وزعتي الهبة بالتساوي فيما بينهم انت مشكورة ومأجورة على هذا، ومشكورة ومأجورة انك ساعدت البنات في وضع فلوسهم حتى ينميها الله عز وجل، فلا اسم عليك، بالعكس انت مأجورة ومشكورة إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا وأخونا الأخ حسين اللي كان بيكلمنا من الأردن، هو عينه بترف شوية ومرة ديت ومرة دي. بص يا عم أخونا الحاج حسين، أنا مش مع الناس اللي بيقولك نروح للشيخ فلان ونروح للشيخ علان عشان نعمل الرقية والكلام ده ونقرأ على مية لا، رفت العين دي يا عمنا حالة من حالات المرض العصبي، ده مرض يختص بالأعصاب. تقدر تراجع طبيب في أي مستشفى عام أو مركز طبي عندك في الأردن يكون بتاع أمراض العصبية، أستاذ أو طبيب الأمراض العصبية، ويعينك في هذا إن شاء الله عز وجل، إنه حد يعمل لك حجامة بس يكون فاهم حجامة الحالة ديت فين مواضعها، لأن مواضعها في الجبهة يمين وشمال وفي الأمام، فيكون عارف فين بيعمل مواضع الحجامة. أما بقى مسألة الرقية والكلام ده مش في الاختصاص، أنت تدعو الله عز وجل بالشفاء والعافية، لكن اسمع نصيحتي، شوف طبيب الأمراض العصبية وشوف الحجامة حد يعملها لك إن شاء الله. وأنا في انتظارك يا عم الحاج حسين انك تتصل بيا، بس يكون بالليل الله يكرمك، على السؤال الخاص. اختنا المتصلة تقول انا في كرب شديد جدا، والدتها ماتت بعد فرحها باسبوعين، نسأل الله ان يتولاها بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته وان يلهم ابنتنا السائلة الصبر والرضا والقبول والاحتساب، لانها ابتليت كمان بعد الام ابتلاء اشد، ألا وهو أنه أولادها الأربعة ماتوا. طبعا ده أورثها نوع من ضيق النفس، وأورثها نوع من العصبية شوية. يا بنتي إحنا كلنا لله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل أجل عنده في كتاب، فلنصبر ولنحتسب. أكثري من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، وأكثري يا بنتي من قول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني فيها خيرا. دي اللي وصانا بها القرآن ووصانا بها سيدنا النبي عليه صلوات الله وسلامه. ومن تصبر صبره الله، ومن تحلم رزقه الله عز وجل الحلم، ورزقه الله عز وجل هدوء النفس وهدوء الطبع. معلش اكثري الدعاء لله عز وجل انه يصرف عنك الغضب ويصرف عنك الانفعال، واكثري من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم،
وحاولي تكوني على طهارة بصفة شبه دائمة، يعني جددي الوضوء بين الحين والحين، فإن الوضوء مطردة للكسل ومطردة للغضب ومطردة للشيطان. وخليك على ذكر الله عز وجل بالذات أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار ما قبل النوم وبعد الاستيقاظ وإلى آخره، فكل هذا إن شاء الله عز وجل يعينك على التخلص من حالة الضيق النفس والعصبية التي تمرين بها. ومسألة حماتك، ما يا بنتي مش لوحدك، يعني كثير من الحموات يفعلن ذلك مع زوجات أبنائهم، بينها وبين مرات ابنها خط نار، إلا من رحم الله عز وجل. ليه؟ ما يعني نفسية طبعت على هذا الطبع السيء. لكن لو حماتك واخده بالها انك انت زوجة ابنها، واخده بالها انك انت ام احفادها، واخده بالها ان انت زي بنتها، وان لو لها بنت بره متزوجة في بيت فلان ولا بيت علان، لا يرضيها اطلاقا انه حماتها هناك تهنها او تشتمها او الى اخره، لكن قليل من يتعظ بهذا. اعتبرها بنتي زي والدتك، يعني والدتك الله يرحمها لو صاحت عليك مش هترد عليها، لو لقدر الله لقدر الله شتمتك مش هترد عليها، لو ضيقت عليك ولا يعني اهانتك برضو ما كنتش هترد عليها، فعامليها كانها امك. وكفايه ان زوجك ما شاء الله لا قوه الا بالله معاكي، معاكي يعني ايه؟ يعني برضو كلمهم وقال لهم كده ما يصحش، وانتم ما تردوش الكلام ده لبنتنا ولا لبنتك لو مش عارف متزوجه هنا ولا هنا، واتقوا الله فيها، واحنا انتم في عيشه وهي في عيشه. يعني احمد ربنا ان الزوج معاكي، لانه في بعض الاحيان بيبقى هي من ناحيه ولف دماغ الابن من ناحيه ثانيه، فالزوجه مسكينه، الزوج الشمال يرزع فيها وحماتها يمين ترزع فيها. الحمد لله اهو زوجك معاكي، نسال الله عز وجل ان يصلح احوالنا واحوال الجميع، انه ولي ذلك والقادر عليه. لكن لا تبادليها بنتي سوءا بسوء، عشان هي الكبيرة وانت الصغيرة، وعشان خاطر برضو ربنا سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ثم عشان خاطر الزوج ما تخسرهوش، لأن هي في النهاية أمه، هي في النهاية أمه. متزوجة من 4 سنوات وحماتها برضو نفس المشكلة، هنقول ايه تاني أكثر مما قلناه؟ يا أيتها الزوجات، زوجات الأبناء، اصبروا واحتملوا حماتكم، لان هي ام الزوج، لا يجوز انك تهينيها زي ما بتهينك، ولا انك ترد عليها كلمة بكلمة زي هي ما بتديكي في جنابك، انما اصبري، ادعوا الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلوبهم ليكم، ادعوا الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى يحننهم عليكم، بادليها اساءتها باحسان منك. اذا عصت الله فيك فاتق الله أنت فيها، وأطيع الله أنت فيها لله عز وجل أولا، ثم عشان خاطر الزوج حتى تستقر حياتكم. ونسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع، وأن يوفق الجميع، وأن يصلح حال الجميع، وأن يصلح حال أبنائنا وبناتنا وبيوتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان الحسنات للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، فنسأل الله عز وجل أن يجعل اتصالاتكم وتفاعلكم في ميزان حسناتكم أجمعين، ونسأله تعالى ألا يحرمنا ولا يحرمكم الأجر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والشكر موصول طبعا لفريق العمل، جزى الله الجميع خير الجزاء. وحتى ألتقي بحضراتكم غدا الثلاثاء في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.